اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا أنت. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. اللهم اجعلنا نخرج من قبورنا آمنين مطمئنين يا كريم. اللهم احشرنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم ادخلنا الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عذاب ولا عتاب يا أكرم الأكرمين.